مساء الخير، ازيكم؟ معاكم في حكاية صحة لتاني سنة على التوالي. حكاية صحة فعلا يوم بيبقى جميل وإيفنت بيبقى جميل، كلنا بنستفاد منه. بيبقى فيه ورش وبيبقى فيه أكتيفيتي كتير للأطفال وللكبار، بيبقى فيه دكاترة موجودة في تخصصات كتير قوي. النهاردة أنا موجودة عشان أدي زي سيشن كده أو زي محاضرة مع دكتور صلاح زاهر عن الاعتذار أو عن ثقافة الاعتذار. دايما السؤال ده بنتسأله، ابني مش بيعتذر او ابني عايز يعتذر بس انا مش بس بيكرر غلطه كتير، ابني بيكرر الخطأ ومش عايز يعتذر. بحاول افهمه اكتر من مرة ان اعتذر حبيبي، لازم نقول سوري، لازم نقول انا اسف. الفكرة كلها خلينا نبدأ من البداية، ثقافة الاعتذار في البيت. هو بيشوف الاب بيعتذر للام، هو بيشوف لما الاب بيعلي صوته بيرجع يعتذر ولا لا، هو بيشوف لما الام بتغلط في اي شيء خاص بالطفل بيرجع الطفل الام بترجع تعتذر ولا لا. لازم تاخدوا بالكم من النقطه دي، احنا مرايه ليهم وهم مرايه لينا. يعني دايما لما بيجي لنا طفل او بنشوف طفل، المشكله كلها ان انا بلاقي الام بتطلب من الطفل المثاليه، ان هو يبقى طفل مثالي. حبيبي يقول انا اسف، حبيبي ما ينفعش تعمل كده، طب حضرتك بتعملي كده قدامه، طب بابا بيعمل كده قدامه. هي دي المشكله. لو هو شايف دايما ان انا بقول له لو سمحت، لو هو دايما شايف ان انا بقول له من فضلك، لو هو دايما شايف ان انا بقول له انا اسفه لو انت عملتي له حاجه غلط، او سي مثلا وعدتيه باي شيء، وعدتيه ان احنا هنخرج النهارده وما خرجناش لاي سبب، هل اعتذرتي له وبررتي له الاعتذار؟ ليه بتعتذري؟ ليه بتعتذري للطفل نفسه؟ علشان هو كمان يعتذر. طيب عندي في عدم الاعتذار، عنده في عدم الاعتذار نتيجة برضو ان هو مش سامع منك كلمة انا اسف كتير. دي اول جزء، هو لازم يشوفك في البيت بتعتذري عشان هو يرجع يعتذر. تاني نقطة برضو هنتكلم فيها النهاردة ان شاء الله، فكرة ان يبقى عندنا في البيت ثقافة نرجع ليها، ليه بنعتذر؟ يعني ليه انا بقول انا اسف ولما اغلط اقول انا اسف؟ ليه نقعد نتناقش في انا غلطت في ايه وليه اعتذره عشان انا غلط؟ طب الغلط ده هل الاعتذار مقبول ولا الاعتذار مش مقبول؟ وهكذا. طيب النقطة اللي بعديها اللي برضو حابة أكلمكم عنها، فكرة إن ابني عنده سنة وسنة ونص ولا سنتين ومش عايز يعتذر ومصمم على الغلط. هو حبيبة قلبي مش مصمم على الغلط تماما، هو لسه مش مدرك الغلط. لازم أفرق ابني إمتى هيدرك الغلط، يعني إمتى أنا أقول إن الطفل ده غلطان، أو إمتى هو فاهم إن ده صح وده غلط. إمتى فاهم الفرق بين رغباته اللي هو عايز يكتشفها، ان انا عايزه امد ايدي عشان احط ايدي على النار، ان انا عايزه امد ايدي اكسر الازاز، وانت فاهم ان الخطر ده هيضره، فلما يغلط اقول له قول انا اسف. هو ده المشكله اللي بتواجهنا كتير قوي، الامهات بتتخيل ان ابنها بيعند معاها او ابنها بيصمم يضايقها او يكسر كلامها، مع ان هو مش كده خالص، هو رافض بس فكره ان هو ان انت تكبتي حريته. هو عايز يعتذر، هو مش عارف سوري يعتذر، هو مش فاهم الفرق بين الاثنين. هو رغباته بتتحكم فيه قوي 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 زياده عن اللزوم، ان هو عايز يكتشف، ان هو عايز يجرب، ان هو عايز يعرف الحاجه دي بتحصل ازاي او ايه طريقتها او ايه الدنيا كلها ماشيه ازاي، وانت خايفه عليه وقلقانه عليه وده خطر وده غلط وده وده وده. بس الفكره كلها ان في الاخر مفيش منافس، هو مش بيخش لك الند في الند، فانت ما تخشلوش برضو الند في الند، ما تقوليش لا اعتذر، قول انا اسف، انا لازم تقول انا اسف، لا هو مش لازم يقول انا اسف. طب فكره ثقافه الاعتذار، يعني ايه ثقافه الاعتذار بقى؟ يعني ان انا اطلب من الطفل بعنف قولي انا اسف، لازم تقول اي ام سوري؟ لا خالص، يعني مش هتيجي كده. فكره الاعتذار هي اسلوب راقي نتعامل بيه مع بعض، زي ما بالظبط بقول له قول لو سمحت، قول من فضلك. ما ينفعش وانا بقول له قول لو سمحت وقول من فضلك انا اكون بنادي عليه باي الفاظ، او ما كانش ينفع اقول له انت او فين او كذا، لا لازم اكون انا بكرر الكلمه عشان هو تاني يكرر الكلمه. ما ينفعش اقول له اعتذر دلوقتي، طب ما هو ممكن مش مقتنع هو يعتذر ليه، لازم اقنعه بفكره الاعتذار. سن الطفل المناسب للاعتذار، ما فيش حاجه اسمها سن الطفل، امتى ابني يعتذر؟ فالام متخيله ان انا هرد عليها رد عند سنتين، عند ثلاثه، عند اربعه، هي الفكره مش كده خالص. هو الطفل لو من اول يوم سمع سوري انا اسف، سمعها بودنه زي ما بالظبط هيسمع لو سمحت، من فضلك، عن اذنك،
احترام الكبير للصغير، الكلام ده كله، دي كلها افعال مكتسبه مش هقعد اعلمها. لو قعدنا من هنا للسنه الجايه عشان اعلم الطفل ازاي يعتذر عمرها ما هتحصل. لازم الطفل يشوفني وانا بعتذر. تاني بكرر، الطفل لازم يشوفني وانا بعتذر. الطفل مرآة لينا في البيت، عصبيته، صوته العالي، اعتذاره، كلامه بطريقة مؤدبة او كلامه بطريقة فيها يعني رولز او فيها كلام، كل ده مرآة ليا. لا، الام بتطلب من الطفل يعمل حاجات فوق الخيال، وللأسف هي ممكن تكون ادنى او اقل الحاجات دي مش بتعملها. الاعتذار فكرة مش موجودة عند ناس كتير جدا جدا كبار. في ناس كتير بتتخيل ان الاعتذار حاجة تقلل مني او تقلل من كرامتي او تقلل من انفعالاتي، او ان انا لو اعتذرت الانسان اللي قدامي هيحس ان انا ضعيف، او ان انا لو اعتذرت ما ينفعش اكرر خطأي تاني. ده لازم الطفل يفهم ان مش معنى ان انت اعتذرت معناها ان خلاص يعني انت مش هينفع تغلط. لا، الغلط وارد. لازم اقنع الطفل ان الغلط وارد او الغلط موجود. ليه؟ عشان ما نخشش لفكرة الكذب، ان انا اداري على ماما. والكلام ده خاصة في سن المدرسة اللي هو بنتكلم في 7 سنين وثمان سنين، السن ده سن خطر جدا. الطفل خايف من مامته وخايف يقول لها او يواجهها بالمشكلة اللي عملها او بالحاجة اللي اخطأ فيها، عشان هو شايف ان هو عملها قبل كده واعتذر عنها وماما وعدته ان احنا مينفعش نعملها تاني. لازم لما الطفل يجي يعتذر لي نتناقش في المشكلة، نقول له طب انت ليه عملت كده غلط؟ طب الغلط ده انت هتكرره تاني ولا لا؟ طب انت لو هتكرره هتقول لماما ان انت كررته ولا مش هتقول لها؟ لا، هتقول لها، وهنرجع نعتذر تاني وهنرجع نتعلم من اخطائنا تاني. فكرة ان احنا نوقف الخطأ عند الطفل، وان انا اطلب ان الطفل ده يبقى كائن مثالي، مفيش حد فينا مثالي، كلنا اخطاء، كلنا بنغلط، كلنا بنتعلم من اخطائنا النهارده وبكره وبعده، كلنا بنطور من نفسنا. الطفل نفس الكلام، دلوقتي انا بخطئ خطأ صغير، بكره بخطأ خطأ اقل، وهكذا وهكذا وهكذا. ما ينفعش احجر عليه وابقى طالب ان هو يبقى طفل مثالي. مفيش حاجه اسمها طفل مثالي. كل ما الطفل بقى هادي وضيق بالعكس اقلق منه. فكره ان برضو يحصل العكس، ان طفلي عنيد جدا في عدم اعتذاره، عنيد جدا في عدم اعتذاره، دوري عليكي انت في البيت. لما بتحصل مشكله انت وبابا، هو بيشوفك بتعتذري ولا لا؟ لو هو بيشوفك بيشوفني بعتذر وبقول له انا اسفه، طب حضرتك بتكرري غلطك او حضرتك بتصلحي الاعتذار ده ولا ممكن تكرريه تاني؟ هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. فكره ان انا اغلط واعتذر للطفل واقول له انا اسفه، ما كانش قصدي اعمل كده، او انا وعدتك بوعد وما عملتوش فانا اسفه، ما كانش قصدي اعمل كده. وتاني ممكن تعملي نفس الموقف، طب ما انت اعتذرتي وقررتي خطأك. نفس الفكره، بطلب منه ان هو مثلا ما يعملش الحاجه الفلانيه الغلط ايا كانت الحاجه الفلانيه، وتاني يقوم يرجع يعملها نسيا، سهوا، خطا، عايز يكتشف وضعيته ايه ايا كان الوضع. فارجع اقول له انت اعتذرت عنها امبارح، نخش بعديها بقى في قصتين. اول قصه العند الزياده عن اللزوم، وتاني قصة ان الطفل ممكن يلجأ للكذب عشان ما زعلش ماما او عشان كده. خلوا الدنيا ابسط من كده بشوية، خلوا ولادكوا يبقوا مش خايفين يعتذروا، مش خايفين يغلطوا، وان هم يبقوا عارفين ان هم بشر، بشر يعني لازم اغلط عشان اتعلم من غلطي وهعتذر وهرجع اغلط تاني واتعلم من غلطي وهكذا. كلنا بنغلط في اشغالنا في بيوتنا. فكرة ان انا ارفض اعتذاره انا بحسها حاجة صعبة قوي. يعني تخيلي حد جاي بيقولك انا اسف، فانت تقولي له انا مش قابلة اعتذارك. ليه؟ عشان انت قررت الغلط قبل كده. لا خالص، يعني ما ايه مشكلة، ما هو ممكن يكون قرره في موقف تاني، او ممكن يكون المرة دي ليه اسبابه اللي هو قرر فيها الغلط، او ممكن يكون نسى، او ممكن يكون مش قصده، او ممكن يكون الموقف اكبر ان هو يعمل كده فعشان كده اخطأ. طب ما نتكلم تاني ونتناقش تاني. دايما بقول احنا بنربي، التربية محتاجة صبر، محتاجة هدوء، محتاجة ان احنا نفكر مرة واثنين وتلاتة. مفيش حد فينا ما بيتعصبش، مفيش حد فينا ما بيتضايقش من تصرفات معينة في ولاده، بس نرجع نشوف نفسنا، كام حد فينا صوته عالي في البيت
وبيقول لاولاده وطي صوتك وانت بتتكلم معايا. كام حد فينا عصبي او بيعمل رد فعل مش ممكن ما يبقاش حمل الموقف، وبرده مطالب من ولادنا ان ما تبقاش عصبي، اتكلم بهدوء، حاول تكلمني بهدوء، حاول تتكلم معايا بالراحه. كام حد فينا بيعمل كده؟ الفكره كلها تاني هنرجع نقول احنا مرايه لاولادنا. لو احنا مرايتنا صافيه وفيها حتى لو فيها لطوش بسيطه هنلاقي ولادنا كده. دايما لما بيجي لي اي شكوى او اي استشاره او اي مشكله من اي ام عن اي موضوع، دايما بدور على الام والاب، وممكن كمان نخش على الجد والجده لان بيبقى اكيد ليهم دور كبير في حياتهم. هو شافك بتعتذري لمامتك، مفيش حاجه اسمها انا كبرت قدام ابنك، لازم يشوفك بتعتذري لمامتك، لازم يشوفك بتعتذري لباباكي، وبلاش اجبار الطفل على الاعتذار. ودي اكتر حاجه هو ممكن يكون ثقافه الاعتذار موجوده عنده، بس انت عشان بتجبريه يعتذر فهو عند هو شايف ان لا ده ليه اعتذر، يعني انا مش شايف ان هو غلط. طيب نقطه تانية نتطرق ليها عشان ما اطولش عليكم، برده فكره ان انا مش مقتنع ان انا غلط، انا مش مقتنع. يعني اتناقشتي مع ابنك هو شايف ان هو مش غلط، ما عملش حاجه غلط. النقطة دي يعني مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأن الغلط في منه أنا وجهة نظري إن أنا غلط، وفي غلط وجهة نظري إن أنا مش غلط. زي إيه مثلا؟ نضرب مثل إني إدى قلم لصاحبه في المدرسة. أنا قايلة له إن أنت ما ينفعش تدي حد لحاجة من صحابك، هو شايف إن هو إداه لصاحبه لأن هو معاه زيادة أو هو مش محتاجه. الغلط ده انت من وجهه نظرك شايفه ان هو كده غلط عشان انتوا اتفقتوا على حاجه، وهو شايف ان لا الغلط ده يعني انا مش غلطان، هو ما كانش معايا قلم فانا ساعدته، او العكس ان هو ما كانش عايز يدي حاجه لزميله وانت قلتي له ليه ما تديش حاجه لزميلك، انت ساعد للناس او ساعد كذا، فانا مش شايف ان انا غلط، انا مش شايف ان انا عملت حاجه غلط. في حاجات في حياتنا ملهاش مسلمات. يعني ايه ملهاش مسلمات؟ يعني الغلط من وجهة نظر حضرتك غير من وجهة نظري. بنتي متربية على حاجات وعندها حاجات غير اللي حضرتك بتعلميها لابنك او بتعلميها لبنتك، فالحاجات دي لازم نقعد ونتكلم فيها، لازم احترم عدم اعتذاره، لازم اقول له خلاص دي وجهة نظرك وانا كمان ليا وجهة نظر، حاول نتكلم فيها وحاول نتناقش فيها. وطبعا الكلام ده برضو انا بتكلم على السن الصغير، على السن الاكبر اللي راح مدرسة. ليه؟ والسن اللي هو سنتين وتلاتة والكلام ده نعمل معاهم ايه؟ مش مطالب منه ان هو يعتذر، عشان هو لسه فكرة الصح والغلط مش واضحة عنده، لسه فكرة ان انا اميز بين الخطأ والصواب مش واضحة عنده، فكرة ان انا بكتشف العالم اللي حواليا هي اللي لسه بتحركني وهي اللي لسه بتقودني. هل مش مطالب ان انا اعتذر؟ لا اعتذر واعلمه، بس ما اجبرهوش على الاعتذار، او ما اقعدش احسسه ان الاعتذار ده لا يعني دي نهايه الحياه، انت لازم تعتذر لان انت كده اجرمت وانت كده حد مش عارفه ازاي، ومفيش الكلام ده، مفيش السن ده لسه بدري قوي على فكره الاعتذار. بس هو يسمعني بقول، هو يسمع الكلمه بتتقال في البيت، لكن اكتر من كده لا، ما اجبرهوش على الاعتذار. اتمنى يا رب تكون فدتكوا بمختصر مفيد كده عن الاعتذار، واكون وكل المعلومه وصلتكم ان في سن، امتى السن اللي الطفل فعلا خلاص لازم يعتذر، وامتى السن اللي الطفل لسه مش متقبل فكره الاعتذار، او ليه ابني مش متقبل فكره الاعتذار، او الاستهتار بالاعتذار نفسه، ليه ابني بيستهتر بالاعتذار. دي اخر نقطه هتكلم فيها، ودي اللي بتواجه امهات كتير جدا جدا، اب بيقول حاجه والام بتقول حاجه، طلب من الطفل ان هو يعتذر عن حاجة الاب شايفها صح وعن حاجة الام شايفها غلط. طب هو يعمل ايه؟ بابا بيقول كبري دماغك ومش مشكلة، وماما بتقول لا اللي انت عملته ده غلط. دي اكبر مشكلة بنقع فيها، او فجوة كده في النص، الطفل وقتها ما بيبقاش عارف هو هيعتذر لمين، او يعتذر ولا ما يعتذرش. لازم نتفق على نظام في البيت، نظام
بابا احنا متفقين ان مثلا في الويك اند هنعمل كذا وكذا وكذا، ما تجيش بقى ماما لا ما فيش نزول، لا مش هنعمل كذا، لا. يبقى الكلام ده كان يتقال قبل ما نقعد مع الطفل مش بعد ما نقعد مع الطفل. ما فيش حاجه اسمها ماما قالت ده غلط فبابا يرجع يقول قدام الطفل لا مش غلط يا حبيبي اعمله، او العكس بابا يقول حاجه فماما تيجي تكسر الكلمه وهكذا. برضو ده بيخلي الطفل عنده حتة أنا مش فاهم الغلط من الصح، فبرضو فكرة إن هو مش متقبل فكرة إن هو يعتذر عشان شايف إن بابا بيقول إن دي صح وشايف إن ماما بتقول إن دي غلط. كده أنا نهيت موضوعنا النهاردة ثقافة الاعتذار. أتمنى تبقى فعلا فعلا ثقافة عندنا كلنا إن إحنا نعتذر، وإن اللي بيغلط ده مش معملش جريمة، عادي كلنا نغلط ونقول أنا آسف ونتقبل اعتذارنا، وحتى لو غلطنا تاني نرجع تاني ونعتذر وهكذا. أنا سعيدة جدا إن أنا موجودة في حكاية صحة لتاني سنة، سعيدة جدا إن أنا موجودة مع دكتور صلاح زاهر النهاردة، أكيد ده شرف ليا. سعيدة إن إحنا موجودين في مكان بيحترم قد إيه وجود الناس، والدنيا منظمة بطريقة محترمة جدا جدا. أكيد هبقى معاكم في أي أسئلة أنتوا عارفين، وإن شاء الله بإذن الله يبقى يوم جميل ويوم لطيف عليكم كلكم، وشكرا جدا ليكم وأشوفكم على خير بإذن الله.